صح، انا ابو بطانه عامر، والبو بطانه محمد الاخضر، مدعو الاخضر ابن شهيد زايد في الخمسين، عندي سبع اولاد، وكنا في الثوره في هذا فنديل، جاء جبل حاجزت السنه ما نعقلهاش واش من سنه، جبل حاجزت حنا كنا في فنديل، نهار المعركه تاع فنديل جاوا الطيارات والاشارات والصاكر، كان فيهم هذا ابو بطانه محمد عنده مكحله بروش، فهمت؟ اما الي كاين واحد الجاوري يرفد السلاح نتاع صاحبه ويديه، كان هذا ابو بطانه محمد يشوف فيه تابعوه مع الواد، النهار اللي صد هكذا اما الي رفد السلاحات في زوج، النهار اللي رفد السلاحات في زوج جا ابو بطانه محمد الشهيد هذا بابا جاي من وراه، اما الي يثني الركبه ويمثل هذاك الجاوري اللي رفد السلاحه نتاع صاحبه اسلحه نتاعو، يربدها يخبطو بين الكتف يجبد القرار يشي زوج خافها تقطع، يطيحو فم يخلط ليه ينحيلو التينيات وينحيلو السوايع من يديه والتيني تاع صاحبه والمكحله تاع صاحبه، يديهم في زوج هجمهم مديهم، خلى الاخر خلى له غير في كاسو الكبر هذوك، اما الي ورابو راح معاهم حتى المزيده تاع النحيحله كيما نقولو البعظم، صار ثم معركة ثانية ثم فيهم فيها سي محمد فيها الكاتبة هذه تاع اللي كان فيها بن عامر بوبطانة هذا، ملي صاروا معركة ثم مات من الجيش ومات من فرنسا ومات من بالحجيس، بالحجيس هذا تكون موش متدرب، غير مرة يطيح 10 15 يطيحوه، اللي يطيحوه الجنود يطيحوه واللي يطيحوه فرنسا يطيحوه، خايفين من لا يبيعوه، فهمت؟ هذه اللي نشهدها على بابا الأخضر الشهيد، لا حتى النهار اللي خرجوا تباع في واحد الجبال يقولوا له مزيدة في الجمال، دخل في كازما أما اللي وقابل العسكر سرقوا العسكر في الضربة تاع في الحاجز كيما طاح كيما طاح الضربة ديك تاع كيما راها قالت فرنسا نجيب كاع الفلاقة نلقطهم ونربح الجزائر نديها، لقط كاع الفلاقة هذو وندي الجزائر، هما إلي لحتى سيركلوا فرنسا دخلوا عليه في الكازما هذي، هو ما خرجش ولا كيركبوا عليه يضربهم لحتى كمل الكرطوش، كي كمل الكرطوش ضربوه بلاقرونات الداخل في الكازما يقرضوهم الفخر ويدخلوا عليه، قالوا له ندوك معنا، قال لهم ما نروحش معاكم يا خبيثة، تعرفوني باللي نضرب على بلادي ومانيش رايح لا نموت هنا، نموت على وطني هنا، اما الي ايوا فيه ما بغاش يروح معاهم، يطامع كنانير هذا يجبد الكابوس ويفرق له في الراس، مات فما في البلاصه في الجمال. ولا هم النهار اللي قتلوه، النهار اللي قتلوه وجاء الخبر وصل للبص نتاع سيدي غالم هذا في الغوالم، طلعوا الاعلام نتاع فرنسا راهم باش الحركه كاع والشعب واللي باللي رانا قتلنا رئيس الفلاقه بوبطانه الاخضر، دايرينو بوبطانه الاخضر رانا قتلنا الرئيس نتاعو تاع الفلاقه، وداروا عليه مسيره فرنسا باللي رانا قتلنا رئيس الفلاقة هذا، هو كاين مرفود هو في الصالون مبيوع ومرفود، يحوسوا عليه من بلاصة لبلاصة، هذه اللي نشهدها على بابا الشهيد بوبطانة محمد المدعو الأخضر، والله يرحم الشهداء، النهار اللي مات طلعوا الإعلام نتاع فرنسا في بوس الغبال، وقال باللي رانا قتلنا الفلاقي بوبطانة الأخضر. 好。